السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معي فيديو جديد على القناة. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة لهذه الموديلات هادو اللي جبت لكم اليوم، موديلات تركية من ملابس على الموضة كيف ما كتشاهدوا معي، ملابس تركية لفصل الخريف وفصل الشتاء. فكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. مرحبا بالبنات اللي كانوا معنا من قبل، وكذلك مرحبا بالبنات اللي انضموا لينا جدادات. فكنتمنى لكم فرجة ممتعة، وكنتمنى أن الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كاين هاد التنسيقات هادو بالنسبه للملابس لفصل الخريف وفصل الشتاء. كاين كذلك هاد النوعيه ديال لي شوميز اللي كيجيو هيدا كاملين مطروزين على الظهر وعلى الكمام. بالنسبه لهاد التنسيقه هادي الاخضر مع بلومارين الثروه كيف ما كتشاهدوا معايا، كيجي واسع في بلومارين. كاين هاد لونسومبل في التنور عفوا في الاسود، والله فيست كتجي هيدا كلاس في اللبسه. كاين هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه، كيجيو هيدا بجوج لوينات، كاين التنوره والفوقاني ديالها، وكاين هاد السروال كيف ما كتشاهدوا معايا. بالنسبه لهاد الشوميز يمكن لكم تنسقوها مع السروال اولا مع التنوره. بالنسبه لهاد لونسومبل في الازرق ملكي كيف ما كتشوفوا معايا، فوقاني كيجي طويل والفصاله ديالهم فصاله عصريه. كاين هاد الفستان في اللون الازرق، بالنسبه للكمام كيجيو مجموعين، والفصاله ديال هاد الفستان كتجي فصاله عصريه. كاين هاد النوعيه ديال لي شوميز كذلك كيجيو طوالين. كاين هاد الاخضر مع الاسود، وكاين كذلك كيف ما غتشوفوا معايا في تتمه الفيديو موديلات عصريه من الفساتين، وكذلك لي زونسومبل، وكذلك بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا افكار على الفصاله. كاين هاد التنسيقه هادي لونسومبل مع المعاطف الشتويه، المعطف كيجي طويل وكيجي مفتوح على الجناب، الفصاله ديالو على الظهر كيف ما كتلاحظوا معايا. كاين هاد التنسيقه هادي كذلك للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. وكاين تنسيقات بالنسبه للمعاطف الشتويه فيهم الابيض والاسود، وكاين كذلك هاد النوعيه ديال التنسيقات بالنسبه للتنوره والفوقاني ديالها. نسقت معاه هنايا هاد المعطف شتوي اللي كيجي هيدا في البيج. كاين هاد الموديلات هادو كذلك اللي كيجيو بلا كمام، هادو اغلبيه كيمشيو فصل الخريف. وكاين كذلك موديلات متعدده. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش البنات بلي لايكات ديالكم اللي كتحفزني هيدا دائما نبقى ننزل لكم الجديد. كاين هاد التنسيقه هادي بالنسبه للخرسي كيجي هيدا طويل مع الفستان الشتوي اللي كيجي هيدا بالحزام وزديفه تحت لتحت. اللبسه الصراحه كطلع مزيونه بالنسبه للتنسيقه ديالها مع الاحذيه الشتويه اللون الاسود. كاين كذلك هاد الموديل هذا اللي كيجي طويل على شكل فستان هيدا البنات، يمكن لكم تنسقوا معاهم السراول، فيهم هاد اللوينات اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. وكاين هاد لونسومبل كذلك بالنسبه للفستان اللي كيجي في اللون الاسود، الفوقاني كيجي فيه جوج لوينات، كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي طويل ومستور. بالنسبه لهاد الموديل اللي كتشوفوا معايا كاين هاد لونسومبل باللون الابيض، كيجيو هيدا عمليين، كيجيو سبور هيدا الخرجات اليوميه اولا كيكونوا هيدا اللبسه ديالهم كتكون مريحه. يمكن لكم تنسقوا معاهم معاطف شتويه اللي كيجيو طوالين، كيجيو مزيونين البنات في اللبسه ديالهم. بالنسبه لهذا الموديل فيه حتى هذا الاخضر وفيه اللون الازرق ملكي كتشوفوا معايا دابا في الفيديو. هادو نفس الموديل فيهم لوينات لي طوندونس كيف ما كتشاهدوا معايا، فيه الاخضر وفيه الازرق. وكيف ما كتشاهدوا معايا نسقت معاه هنايا هاد الفولار في الابيض، وكذلك احذيه سبور في الابيض، وفيهم حتى هاد الماغو مغلوق كيف ما كتشوفوا. الصراوي كيجيو مفتاحي على القدام، والفوقاني كيجيو مفتاحي على الجناب، مفتاحي صغارين. بالنسبه لهاد النوعيه ديال التنسيقات، تنسيقات شتويه للمحجبات كيف ما كتشاهدوا معايا، التنوره في اللون الاسود والفوقاني هيدا كيجي في البيج والاسود. كاين كذلك هذا الموديل هذا من المعاطف الشتويه بلون كاسي، نفس اللون ديال السروال، نسقت معاه نفس اللون
في الصاله ديالهم كيف ما كتشاهدوا، كتجي شي حاجه مبدله وشي حاجه مزيونه في اللبسه. كاين كذلك هذا لونسومبل اللي كيجي حتى هو مزيون في اللبسه بالنسبه للتنوره، كتجي كلوش والفوقاني كيجي شويه قصير. وكاين هذا الموديل هذا في اللون الاسود بالنسبه للمعاطف اللي كيجيو هيدا قصارين، يمكن لكم انكم تنسقوهم مع التنوره. وكاين هاد قري مفتوح كيجي بزضيفات والحزام. كاين هاد الموديل اللي شفنا في الاسود، يمكن لكم البنات تنسقوا معاهم كذلك البنات اللي بغيتوا. البيج والاسود كيتمشاو مع جميع الالوان. كاين لونسومبل كذلك بالنسبه لهاد الموديلات شتويه اللي كيجيو هيدا طوالين وعمليين، هادو كيجيو بالحزام فيهم هاد الاخضر ملكي وفيهم حتى هاد البيج مع الكمام فيهم الاسود. والراس ديالكم كيجي مجموع كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه لهذا الموديل موديل جديد، وكذلك فيهم حتى هذا اللون الموف مفتوح عفوا الغوز، كيجيو هيدا طوالين وسريولات كيجيو حتى هما طوالين ومستورين. بالنسبه للموديل الموالي كاين هاد التنسيقه هادي التنوره مع المعطف ديال الجين، كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الموديل كيف ما كتلاحظوا الشوميز اللي كتجي هيدا طويله وبزضيفات فيهم هذا اللون وفيهم حتى هذا الازرق مع الابيض، نسقته هنا مع السروال في اللون الابيض. بالنسبه لهذا الموديل فيه حتى هذا الموف مفتوح مع بلون كاسي، لون كيف ما كتشاهدوا معايا مفتوح، ونسقت معاه السروال في اللون الابيض. كاين هاد الملابس سبور كذلك كيجيو هيدا تخوبيات فيهم هاد كرونا مع الابيض السروال في الاسود، وفيهم حتى هاد الماغو مغلوق التحتاني كيجي دائما في الابيض. بالنسبه لهاد الموديل اللي كتشوفوا معايا فستان اللي كيجي هيدا بالحزام، الكميمات كيجيو مجموعين وكيجي طويل ومستور فيهم هاد الالوان اللي كتشوفوا معايا، فيهم هاد الكرونا وفيهم حتى هاد الشيبي مع الزيتي والاخضر، فيهم كذلك لونات اخرين. بالنسبه للفيديو اللي كتشوفوا معايا دابا البنات، هاد التنسيقات البيج مع الماغو مغلوق، وكاين هاد التنسيقه هادي اللي كتشاهدوا معايا البنات فستان في الماغو مغلوق مع الفوقاني كيجي هيدا واسع زضيفات مضوبلين، كيجي مستور وشي حاجه انيقه في اللبسه. بالنسبه للفيديو الموالي كاين هذه التنسيقه هذه. وهنا يا حبيباتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.